الوايد والنجره ويا الدندره روح انا كذي طبع كذي احب السيطره خليتي موقفي شايد عن بقيرك من مره ويه انا صريحه وما اثنيها واطقها اشكره امولتي حبوبتي بس اسمعيني ما ابي اسمعك يمو هذيلا ضيوف يا معوده لا تفشليني الله يخليك لا تفضحيني يلا يلا امولتي حبوبتي بس سمعيني ما ابي اسمعك يمو هذيلا ضيوف يا معوده لا تفشليني الله يخليك امولتي حبوبتي بس فهميني ما ابي افهمك عملي معروف الله يخليك لا تفضحيني يلا يلا البيت بيتي وانا حره حره واللي ما يعجبه يطلع برا طولي بالك يا معوده ليش محتره خلصني خلصني شوف البحر لا تنرفزني ترى ازعل بل 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 تقول فلفل خلصني خلصني شوف البحر لا تنرفزني ترى ازعل بل 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 تقول فلفل حبيبتي بلاكس انت يبا كل احترام بلتك كل احترامي وبعد العين والراس يبا فعليك بس يا امل لا علم سعلم مصرخ علي منو بالله يدي المصرخ علي تبيني الحين انا اجيب الخدامه وصرخ عليك قدامها لا 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 حبيبتي لا تزع
تسالين عاد انا ابو لنا انا المساله مرت علي كذي يعني انا ما توقعت انك انت بتسالين من شغله من هذه افوا عليك بس بالعكس بالعكس يا اموله زعلانه انا رابيك هذا راسك يبا ونحبه يبا بابا وبس هذه حالتك انت كل يوم الثاني يا راز ويهك لي وتشتكي من مرتك يا اخي انا شكو فيك ومرتك يا اخوي انت ولد عمها يا سلام حلوه حلوه هذه وايد يعني واذا ولد عمها مره ابترشيك فيها يبقى انا طاقها على يدينك وقايلك تزوجها انا غصبك عليها وقلت لك تزوجها يا حمد غصبا عليك وبعدين تعال بقول لك شيء انت يوم انك تزوجتها انا توني ياه البزر العب بالسكه ياه البزر لا لا انت كنت بالروضه افتكر اوكي ايش كثر صار لك من تزوجتها يعني اكثر من 15 سنه لا يبا يا 7 سنوات انا صار لي يا زين اوكي اوكي 7 سنين يعني صار لك مده طويله من تزوجتها ولا الحين ليومك ليومك الحين احنا الحين وانت تشتكي منها ترى بطه شدي انا بطقه شدي مع المالي لا انت يا سلام ايش فيك انت كذي علي يا اخوي بالله انا اذا ما قاعد اشتكي لك من حق اشتكي يا سلام وش قال لك انا وزاره شؤون انا ولي امرها انا يا هذا بحلي تقاضب علي يا سلام ويا سلام يا انا عندي شكوى شكوتي والله من حق ابثها والله قول لي من حق ابثها وين اروح انت صديقي انا قاعد اقول لك كل شيء بعدين انا من القهر اللي فيني ترى هذه بتعبك عليها ترى مسختها بقضبها من القبطه وبمصحها ترى هذا القهر ما تعرفني ترى شوف 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 حدك 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 لا تجيب طاريها على لسانك ها شنو ما وراها رجال ما وراها حد يحميها تبي تمصح على القبطه فوضى هي كي والله الله 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 ايه ايه طبعا ايه ما وراها رجال ما وراها رجال اكيد ما وراها رجال طبعا الحين تقول كذي وانا اللي اخوك ورفيجك ما عندك استعداد انك تساعدني اصبر شكو انا شكو اساعدك يا اخي يبقى انا ترى بتلاش فيك والله بلشه بعدين فهمني ايش تبي شنو فهمني انا بمشي بروح انت ما عندك سالفه الظهر لا تروح تساعدني ولا شيء انا بمشي قوم اخر سيارتك انا اطلع قوم شنو اصبر قاعد تلاش فيك وفيها انا والله بتلاش فيك وفيها حبيبي انا مساله اني اقعد ما عندي استعداد لازم اروح 8:30 لازم اكون في البيت 8:30 تصك الباب وتقول لي اطلع برا شلون عيل تقول لي ساعدني وخايف منها تاخر دقيقه واحده شوف تدري شلون يبا قوم 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 لا تصك عليك الباب وتطردك توهق فيك قوم 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 يبا قوم قوم بتبان لك فودي بقوم قوم 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 سالم انا هذه اعتبرها طرده اعتبرها اللي تعتبرها وانا قاعد اقول لك قوم انت مو كفو واحد يوقف وياك تاي تشكى وتشكى وتليتها بجي دقيقة تمام مو صحيح بجي دقيقة روح 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 حقها روح روح له قد تنفعك سلمك وينك في كل هالمده بالديوانيه عند الربع لا بالديوانيه ها بالديوانيه شو الريحه اللي حاطها اي ريحه اي ريحه الريحه النسائيه اللي حاطها نسائيه اي قاعد تشمي الورد اللي بالحديقه وتقول الريحه نسائيه ما عندي ريحه نسائيه لا الورد اللي بالحديقة يعني التبهلل هذا من 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 عبد الله اي عبد الله خالد تحكي اي خالد اي عبد الله عبد الله هو خالد بالديوانية مو قاعد نلعب كوتبو ستة هو قاعد عندي الظهر حاط ريحة على كتفه فانا حطيت كتفي بكتفه وريحة والله مو الريحة هي ذبانة تطير وتي على كتفك خلاص مرة ثانية ما قاعد يمه ومن قال لك ان انت بتروح الديوانيه مره ثانيه عشان تقولي مره ثانيه ما قاعد يمه ليش ما اروح الديوانيه ليش المعنى بقلب الشاعر
اي شارع اي شاعر خلصني بلا بهلله يلا يلا ادري نروح نام يلا يا الوي تاخر بالليل وتبهلل بعد شوي معود راحت بروح داخل هم بعد تهاوشني اروح نام على البحر احسن بعد هم متاخر وهم تدري بعد تروح وين بتروح تحرك يلا روح اما لو احترميني تحرك يلا روح نام اما لو احترميني قدام الزرع امش الو 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 شنو هذا سدي خل عارفه تحكي سدي الماي بحنيورك الو شنو ابي ملي يتكلم منو انت شنو انا منو قول انت منو ابي ما اسمك الامان شوف عاد السوالف هذه وهالخرابيط هذه ما تمشي علي انا قلة الادب هذه ان ما جيت الحين وخليتك تحاسب عليها ما اكون انا بنت ابوي انت لسان واجي تقول ابي قاص انت ما قلت حاجه انت ما ادري وها تردوني بي قرقر عطني سماعه شو الو اسمع عاد حمد قاعد تسوي سوالفك لا انا يقول لي هالحكي مو هدي اعصابك يبا صلي على النبي انت مو صلي على النبي الله يخليك الله يطول لي عمرك ان شاء الله حمد انا ما حد يقول لي انا رسالة شبيلة قاص انا اراوي الحين اذا ما جيت وفركت راسك كذي بالارض ما اكون انا امل بنت ابوي هين انا جايه جيتو يا بعباتي ولك انت ايش قايل لها ايش قايل انا ما قال اي شيء شو ما قال اي شيء الله يهداك انت قاعد تقرق انا سامعك قاعد تقول لسانة كبيلة قاص يبا تدري منو هذه هذه مرتي This is my wife انت ليش شنو يسوي مصيبة انا الحين احنا انا بالله شنو يسوي الحين ها انا شنو يسوي انت ما يعرف هذا الحين يجي الحين يجي هني الو الو ها هلو الحين يجي هني يطق انا طق ويطق انت طق هذا انا ياكل طق انت ما ياكل طق انا ياخذني يسويني مثل كورة يشوتني انا بلنتي هذه مرتي انا يعرف هذا شوف انا يروح زين انا يروح اذا المدير يسال قول وين هذا وين روح انت قول شو انت قول انه حمد راح 5 دقيقه يرجع زين ماشي يلا مع السلامه مع السلامه انت متاكد ايه اكيد انا قبل ربع ساعه ما كانك واحد قاعد لا ما كنا فرنا ما كنا زين انت ما رديت على التليفون شيء لا انا لين نجي هنا متاكد انت ايه طبعا انا اكيد بس انا متاكده انك انت اللي رديت علي انا ما شلت التليفون انت رديت تقول مو انت لا انا ما شلت التليفون بس انا شاكه فيني اوه تعال ايه بالشبت ليش كان بهالزواج شنو هذا يا يبا معقول هالكلام اللي قاعد يصير هذا شو يبا هذا مكان عملي هذا مكان شغلي حرام عليك وايش قالت لك بالله هذا شنو يعني قالت لك حمام سباحه ادري انه مكان شغلك ومكان عملك عيوني انا مو راح اتمنظر بوجهك راح القن هذا قليل ادب راح القنا درس وان شاء الله لقنتيه اي افع عليك يطوف على عموله لقنت درس وهو درس لقنته من باص لباص ومن مكان وراه لما كف
نفخت طقيت الطق برت شبدي اصلا. مو يا حبيبتي انت كذي قاعد تسيئين لي انا بالمكتب. والله شوف عاد قاعد تسيئين لي ما تسيئين لي، بس انا احب اعلمك واعطيك خبر عاد، ترى انك ما راح تشوفه مره ثانيه بالمكتب. ها ما راح اشوفه بالمكتب؟ ايه راح تشوفه بالمستشفى. شنو بالمستشفى؟ روح زين بكنا بعد وقتنا. تعالي تعالي قاعد اكلمك انا. الله اكبر. تعالي وين تتصل؟ قاعد اكلم حمد بالكويت. ايش تبي تقول له؟ بقول له انه على الاقل ينطرنا في المطار. انزين اقول احنا وين رح نسكن؟ بيتنا مأجر. انا بتصل فيه عشان كذي بعد هم بقول له على البيت، على الاقل شوف لنا سكن مؤقت على ما يطلعون ساكنين ببيتنا. الخط مشغول. الو الو هلا 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 والله هم سعد شلونك شخبارك هلا والله هلا هلا ابوي اقول اي باكر بتي باكر من امريكا ايش دعوه زين الساعه كم لحظه 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 شوي لحظه لحظه شوي الو وياك وياك حاجيك رحله رقم كم كم 4 304 على الكويتيه ها اوكي كويتيه 304 اوكي اوكي باكر باكر عندك عندك ابو عليك لا لا خلاص بس بس بعدين بعدين تعال تعال بعدين اسولف وياك انا اوكي اوكي خلاص انا باكر عندك بالمطار فما لا مع السلامه اخوي هلا والله زين كذي زين كذي قعدت من النوم قعدتش من النوم شو اللي قعدتش من النوم شو جيت انت نايم انت لا قاعده نسمع صوتك هذا الجهوري هذا الناس تقدر تنام انا صوتي جهوري شنو رئيس رابطة المشجعين انا ناس تحكون شوي شوي وهذا آه. شنو اسد انت يبا مكالمه خارجيه شنو اسد ما اسد تسوي لنا انت ايه ادري وبادري انه مكالمه خارج دوختني صرخ علي ها تدرين ايش درات يعني مو نايمه ها يعني بالله انا ما اسمعك يعني انا مو يمك انا بوك لاخر الدنيا اسمعك يعني انا اللي يمك ما اسمعك يعني حضرتك كنت تمثلين علي ما كنت نايمه خلصني ايش تبي اخوك ايش فيه اخوي مساعد ومرته وبنته بيكونون عندنا هني باكر حماد قبل اروح حق اخوك ومرته الحين المطار شنو؟ قول لي سالفه بيتهم اي بيت ها؟ اسمعك تقول بيت وبيت سالفه بيتهم اي بيتهم هذول يبا المستاجرين اللي عندهم ما طلعوا للحين ما طلعوا؟ للحين قالهم وين بيسكنون؟ وين بيسكنون بعد؟ عندنا تعال تعال انت تعال شنو بيسكنون عندنا؟ شنو؟ ذمتك بيسكنون عندنا؟ اي بيسكنون عندنا ايش فيها؟ كم يوم بيسكنون؟ ما ادري تعال خلنا حاجيك والله عاد ما ادري حسب الظروف شن هو حسب الظروف لا عيوني انا ما يمشي عندي شيء اسمه حسب الظروف انا لازم اعرف كم يوم بيقعدون عندي بنت الحلال بنت الحلال شنو عندي شنو عندي بيقعدون مو بس عندي جيتي حتى عندي انا ها انا اخو العود يا جناب اخو العود قول حق اخوك الصغير متى المستاجر بيطلع من بيتهم يا بنت الحلال الله يخليك للحين بعدهم توهم ما وصلوا من الحين قاعد تزهبين لهم الطرده لا انا ما اجهز لهم الطرده انا اجهز الدواء قبل الفلعه واللي يرحم والديك الله يخليك علشان خاطري عمل الله يخليك لا تخليهم يحسون بأي شيء ذا يوم خايف منهم؟ أنا خايف منهم أنا خايف منهم وخايف منهم أنا خايف لا يتكدرون
خايفينهم؟ انا خايف تكدرون. احنا هاي نستقبلهم ولا نكدرهم؟ تكدرون ها؟ الا احنا اللي بنتكدر مو هم. بس نحسك عاد. لحظة لحظة، هذا مساعد. مساعد! مساعد! شوف يا عاد، ارجوك لا تطلعين اللي في قلبك قدامهم ها؟ شكرا انت بس خلصنا هو. احترميني قدامهم. هلا 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 الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وش فيها سارة كذي؟ تعالي يا سارة، أنا قاعدة ألعب وياك، ما سويت لك شيء كذي. تبكين بس حبيبي، أنت بس أمي بس حبيبي. يا حلاوتك يا سارة. يبيها يبيها، تعالي تعالي حبيبتي تعالي. يلا 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 عشان ناخذ الجنات. يلا سارة نحطك بالدبة حبيبتي. لحظة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الدراسة بأمريكا؟ تمام والله. خليك خليك لا لا يا اشتم حود بنعاونك. انت تعبان من الطيارة، خليك خليك. اقول يلا عاد تخلص بسرعة عشان ترد لنا بالسلامة ان شاء الله. هانت زين، لان احنا بحاجتك وديرتك بحاجتك. الله كريم ان شاء الله. الله كريم. شوف سك الدبة كذي. لا تشيل رايح وكني. يلا توكل. يا بنت الحلال ليش كذي؟ شو اللي سويتي هذا؟ فشلتينا وياهم. هذه صغيره، طفله صغيره بزر، جيتي قرصتيها على خدها فشلتيني قدامهم. حرام عليك. طيب ايش ذنبها؟ شو مسويه هذه؟ اوه نو، تحصر بخدها. يا ربي بخاف حبيبتي من غير. يبا ما فيها شيء البنيه، ما فيها شيء. لا تكبري الموضوع. المره قصده تلعب وياها، خل تلعب. كذي شوف خدها شلون وارم طالع طالع. لا وارم ولا شيء، ما فيها شيء. بعدين لا تلومينها لا تلومينها، المرة ما تبي عيال. يعني شو يسوي بالله؟ خليها خل تلعب. استانست لقيت لها بنيه اموره حلوه مشاكل امي، خل تلعب وياها. هذا اذا من اول يوم كذي شلون باجي بالايام؟ لا 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 لا، انا ماني ساكنه هني، رجاء نشوف لي مكان ثاني. بليز بليز. هذا اللي لا يمكن يصير ابدا. وليش ما يصير؟ عمري ما يصير امل، والله ما يصير حبيبتي. خذيها بالمنطق، يعني بالله ريال يعني شلون اقول له انا كم يوم تقعد عندي هني؟ ما يجوز. بعدين يبا الريال ناس ساكنين عنده بالبيت، ما يقدر يقول لهم طلعوا. اي معناته انه لازم يسكن عندي. يا اخي بسيطه، يروح ياجر له شقه. هاي سهله عندك، ياجر له شقه. شلون ياجر له شقه؟ شلون ياجر له شقه؟ الريال جاي شهر، شهر جاي بعد شهر بيرجع امريكا مره ثانيه. ما يصير اقول له روح اجر شقه. والله بدل ياجر شقه على قد قاعد تطنز، روح ياخذ له قرفه بوتيل الا يرتز ويقعد على جبنه. اوتيل اوتيل اموله حبيبتي. والله ما يصير، انا بيتش كبره، بيتي عود، بيت بيت، ملعب ملعب مو بيت. شلون اروح يعني عندي بيتش طوله شعرضه ما في الا واويين انا وياك، وجيت خو كله بالمطبخ ما عندها شغل، يعني بيت ما في الا نفرين بس. حرام عليك يا بنت الحلال. لا عاد لا تصيرين شي لهالدرجه انت امل. لا لا سمعيني عاد، عاد انا ترى تتحملت وايد، انا ما اقدر اتحمل. خلاص البيت هذا مثل ما قلت لك، وسمعيني وهالكلام هذا يكون حلقه هني. ها باذنك هني ابد ما تشيلين همول مره واحده. انا وياك نطلع برا البيت، مساعد ومرته وبنته عيون هني. شنها؟ Thank you.
رحتي للمحل ولا شريتي شيء، ابي اعرف ايش فيك انتي. مضايقه بدريه ما ادري ايش اسوي. انت ايش منا خايفه؟ ماني خايفه من شيء، بس ما احب احد يشاركني حياتي. اي صبري عليهم يوم يومين يمكن هم يطلعون بروحهم. والله يعني ما طلعوا وقعدوا بدال الشهر سنه على قلبي، انا ايش اسوي؟ ذيك الساعه بنتصرف تصرف ثاني. انت ايش عليك منهم؟ ليش تورطين نفسك وياهم؟ شلون ايش علي منهم؟ مو بنت خالتي هذه؟ بنت خالتي هذه؟ الاميره الحسناء بنت خالتك ومجابله بيتهم ونايمه عن بيتهم 24 ساعه، يعني تحلين مشاكلهم؟ انت مالك شغل فيهم بالطقاق اللي طقهم، فهمتي؟ تعال بعدني ما خلصت. دام انك قاعده تلومني ليش ما تحل مشكلتي وياك؟ انا كم مره قلت لك ابي اشتغل؟ ابي اشتغل، يعني اللي يشتغلون احسن مني؟ لا بلا احسن مني. يا معوده روحي اشتغلي، الحين انا صاحب نظريه الببليكيشن، يعني العلاقات العامه، مو لاقي شغل، اسمع بالشغل مثل بيض الصعو، ينطرى ما ينشاف. اكيد، واحد مثلك اكيد بينطرى ما ينشاف، يا اكل يا نوم، يا اكل يا نوم، ايش وراك؟ قاطعه قلبك هالسفرات قاطعه قلبك. يا معودة فكيني، عينك حارة خمسة وخميس على عيونك، ذبحتيني، ما حد فنشني من كل الوزارات اللي اشتغل فيها إلا عينك الحارة هذه، بعد حتى من أكل المدارج عيش أبيض، عيش فقارة، مرق هوا، مرقة هوا ما فيها لا لحم، لا سمك، لا دياي، تبي تحطين عينك تضربيني عين؟ احمد ربك، غيرك مو لاقي هاللقمة ياكلها. الحمد لله. لا يضيق خلقك يا اخوي مساعد، اعتبر البيت بيتك حتى لو تقعد عندي الدهر كله. مشكور يا حمد ما تقصر. الحقيقه انا كنت متوقع ان اللي ساكن بيتي يطلع يعني، لكن شوفت عينك ريال ما اقدرش اقول له، يعني انا بصراحه محرج ماني عارف ايش اقول له. وبعد الريال عزيز علينا وعلاقتي فيه زينه، يعني ما اقدر يعني ماني عارف ايش اقول لك. يعني انا برايي اذا انت يعني مضايق ولا يعني قعدتي عندك يعني فيها ضايق ممكن امل، انا من رايي اني انا ممكن يعني نطلع ناجر لنا بيت برا. لا شنو؟ تاجر برا واخوك حمد موجود؟ لا شو تقول انت؟ شو تحكي؟ شو تخربط؟ بقعدون على قلبي سنه؟ ايش فيك ملقوفه كذي؟ الله يهداك حبيبتي سمعيني. ماني ملقوفه انا يا حمد، ماني ملقوفه. انت تقول ان هم مددوا سنه، المؤجر مدد سنه، يعني شنو بالله انت قاعد تقول لي كذي؟ زين قصري صوتك انت، خلنت فاهمه انت ايش قاعد تصرخين الحين؟ شوي 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 شوي. يا سلام، اذا ما تحكي بيتي والله ولا انا تحكي اروح بيت لي انا تحكي. حمد خلني اتحكي، انت ايش فيك كذي؟ انت الحلال شوي شوي، الله يخليك الله يرضى عليك، لا تفضحينا. تكفين شفضحك فيه، تفضحينا وتفضحينا. ها يا بنت الحلال ايش فيك كذي انت؟ يبا المؤجر مددوا فتره اقامته سنه، عرفتي شلون؟ يعني الريال ما يقدر راح يقول له والله اطلع برا البيت، عيب هم فشله يعني، ما ادري شلون صعبه. بعدين هذاك دبلوماسي، دبلوماسي يعني هم علاقته فيه قويه، يعني اذا جاء وقال ابي البيت بكبره المفروض يقول له مساعد اخذ البيت وروح. يا سلام، والله عيوني انا مالي شغل، انا مالي شغل، لا انا دبلوماسيه ولا انا المؤجر. قول هذا الحكي حق اخوك ومرته، انا علي من بيتي وبس. رجاء لا قاعد تجنني يا حمد، ترى انا طقت شبتي، مو معقوله كذي كل ما بتحكي قلت لك سكتي سكتي سكتي. بالله انا وين اروح اتحكى؟ اروح اتحكى بيت ليران؟ لا بس عاد انت عاد اشتغلت ومسجله حقك عاد انت شفتي احلى شان؟ خلاص ولا كلمه بس. شوفي عاد كذا قاعدين نسوي لنا سوالف انت. انت لو طوعني بس كل يوم كل يوم نتمرن ساعة بدل قاعدة هالبيت هذه، صدقني ترتاح. انا شفت الحركة اللي قلت لك عينها هذه، ها لو تسويها كل يوم بس 30 مرة هالكل ان شاء الله يروح. 30 مرة زين، كل ما اقول لك خل ريح ولا اركض اركض اركض. ذبحتني يا اخوي، كم كيلو ركضنا الحين؟ وي وايد لا يقع 3 كيلو. المهم ما علينا، ايش بغيت اقول لك حمد؟ حمد بصراحة ودي اقول لك شيء بس اخاف تزعل وتضايق. شنو بعد؟ لا حول الله، ايش تبي تزعل؟ ايش يزعلني والله؟ ايش يزعلني؟ قول. حمد ما ادري يا اخوي، بالنسبه لزوجتك، زوجتي فيها؟ ما ادري، انا حاسس انها متضايقه لوجودنا معاكم في البيت. يلا عاد يلا، انا كم مره قايل لك؟ كم مره قايل لك الحكي هذا؟ بطلع عنك. البيت هذا قبل لا يكون بيتي انا يكون بيتك انت، فاهم ولا لا؟ حمد الله يهديك انت الثاني، بس انا قصدي يعني لا قصدك ولا شيء. اترك عنك الحكي هذا والشغلات هذه اللي مالها داعي. اذا كنتم متضايقين من مكانكم انا يبقى مستعد، انا مستعد احاكيها ونخلي لكم الدور اللي فوق كله بعد.
والله مسكينه هذه والله العظيم ساره البارح شنو قاعد تبكي بكي انا اسمعها. ذبحنا من امس وهو مسكينه ومسكينه عساك السكينه ان شاء الله ذبحتنا. حول ولا قوه. يبقى انت ايش فيك ما بقلبك رحمتي؟ والله اقول لك البارحه بالليل يعني البنيه هذه قلبت يعني شلون يعني ما عندنا سيره الا سيره البنيه؟ ما نخلص من سيره البنيه. ذبحتنا يا اخي هذا من اهمال امها. امها بس لا هي تحطها الكريمات على وياها. لو ربي بعد عيني ربي يعطي اللي مو كفو يخلي اللي كفو. مورنينج هواية هاتي يا امريكي. اقول ايش فيها البارح ساره قاعد تبكي؟ انا وايد سمعتها تبكي البارح. من الحساسيه. حساسيه ايش منا بعد؟ ايش منا؟ من الزرع والدريشه اللي مبطله. الدريشه مبطله بالله بالليل ايش حقها مبطلينها بالليل؟ سكروها يعني من حالات الجو مبطلينها انتم. بالليل اوكي والنهار شلون؟ صح بالليل اوكي بالنهار شلون؟ مو لازم يهون الغرفه عدل كلامها. لا كلام سليم. بس نزل الحساسيه هذه شلون؟ بس هني صار فيها شيء شغله هذه؟ لا من ايام ما كنا بامريكا الدكتور قال لها لا تقرب الزرع. طيب ليش ما قلتي كذي؟ الله يهداك يبا. يبا تدرين شلون يبا؟ انا عندي اقتراح. ليش يبا ما يعني احنا ننزل تحت وانتم تصعدون فوق؟ والله يا يعني هذا راي يعني انت مستانس؟ هذا راي تقوله؟ انا اقول رايي انهم يسكون الدريشه وما في داعي يبطلونها. لا يا بنت الحلال حرام عليك والله حرام عليك يا امل تسوين كذي. يبا هذه بنيه صغيره ارحميها الصغيره هذه على الاقل. يبا والله حرام عليك يا بنت الناس خلي بقلبك رحمه شويه. خلاص يا منيره ولا يهمك شيء. خلاص انتوا صعدوا فوق واحنا ننزل تحت. انا ريال موافق. امل موافقه؟ انتي ما تجيسين ولا شيء من اقراضي. جيت هي اللي تنزل اقراضي فهمتي؟ وبعدين لو سمحتي انا ما اعطيتك ظرفتين من الكبد باقي الاقراض تخلينهم في الكبد ولا بتاكلين الاول والثاني وتخليني بعد بس هات يبي. وانت بعد شو اللي مطلعك من حمامي؟ يه علام جبتي يعني الواحد ما يروح الحمام. بس 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 بس, بس فكني بسم الله وين اخر شيء هذا بس يا معوده فكيت منها. روحي غرفتك روحي هي كبر نفنوفي. لو سمحت ممكن نفنوفي؟ اي تفضل ايوه. اخ يا القهر اخ يا القهر هذا اللي انا كنت خايفه منه وعامله حسابه. انا في بيتي انطرد واظل مثل الغريبه والغريب يصير احسن مني. يا بنت الحلال انت بالله شكو قاعد تحرقين اعصابك كذي الحين ما صار شيء؟ اي طبعا احر ما عندي ابرد ما عندك. شكو حرق اعصابي انا بموت من القهر بموت من الحره. قلبي شاب مثل النار مثل الضوء. كله منك انت منك ما تقول الحين ايش اسوي فيك. خلاص يبا خلاص ذكرى يلا ما صار شيء. الف من ذكرى يعني لو ما ذكر ربي انا اسكت كان سويت لك الحين امسع جريمه عرفها التاريخ. اوف ايش دعوه من صدقك انت؟ هي طبعا مو من صدقي عبالك هذه اللي قدامك اخواره هذه. لكن لا انا مثل البركان انا مثل الزلزال انا ما تعرفني. انا اذا ثرت واذا سكت لكن هين انا بشوف اخرتها لوين توصل. وبعدين يقولون لكل حادث حديث. من صدقك حمد؟ امل هي قالت لك الكلام هذا؟ اي والله سالم صدق عاد. ايه بلى لا صاج والله صاج يا حمد. انا بنت عمي واعرفها وابخصها عدل سويها وتسويها كنا العيد. شوف حمد نصيحه لك حط بالك ترى امل من نوع الحريم اللي قول وفعل وساعات تلغي القول وتخلي الفعل. ايه ترى حط بالك ما توعى نفسك الا جايتك المصيبه فوق دماغك. ممكن تنفذ الجريمه بدون سابق انذار صدقني. إيه ترى وايد من الحريم اذبحوا ريايلهم. إيه نعم وفي حريم اللي وحده طقت ريلها بطبر قطبا ولا فاشه مخه نصين وما اكتفت بذلك ابدا. راحت الجمعيه والله ما كثر عاد تشاس الجمعيه السود
يا بتخمطت خمطه وقعدت تقطع شندة 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 وتقصص فيه وتحط بالجسر. نعم ايه ليش كل هذا يعني معقولات الكلام اللي قاعد تقول؟ مو بس كذي يا حمد، مو بس كذي، هذا غير اللي تقطع خشوم ايه وتقطع اذاني وتسوي مقلايد ايه، واللي كتت غاز على وجهها وتبي وشبت وجهها قطبع طق مخه، واللي سوت واللي يابت قصص تعور الراس، وبعدين يا محريم شلوا ريايلهم. نعم قصص قصص بلاوي، واللي شالت واللي حطت واللي سوت بلاوي. بس بس, بس يا اخي، واللي شالت واللي حطت واللي اذانيهم قصوا شنو ذي بدني؟ انا ما اعتقد، انا ما اعتقد، لا 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 عمو لا ترجع هذه راحت سالم، انا ما اعتقد ان امل فيها النزعه الاجراميه هذه لهالدرجه. لا اي شوف اي كلام ضايق، ليش ان هذيل قاعدين عندنا في البيت بس؟ ما اعتقد المساله هذه لهالدرجه، عاد لا ما اعتقد، عاد مصعقه كذي معقوله سوفيني كذي عشان مساعد ومنيره قاعدين عندي؟ لا حمد مو توك تقول، انت توك تقول ان هي فيها النزعه الاجراميه هذه، وشوف دام ان السبب موجود اذا راح تظل النزعه الاجراميه داخل نفسها وراح تحاول تسوي اي شيء في سبيل انها تنتقم. هذه الحريم افهمني، يعني الحين يعني الحين سالم يعني انا شو اسوي يعني؟ اطرد مساحته منيره اقول لهم طلعوا برا؟ حمد ما ادري، هذا شيء راجع لك انت كيفك يعني، ما لي شغل انا، بس ممكن يكون واحد من الحلول. يعني شلون؟ ماني فاهم، تصصر وحدني ترى، يقول لي شلون يعني؟ يعني ما عجبك الحل هذا، حل ثاني اعطيك. الحل الثاني ايه؟ الحل الثاني انك تراقبها عدل، ما تخيب عن عينك ولا لحظة ولا ثانية، شوف ثانية ما تبر عليها، تتابعها أول بأول علشان تمنع أنها تقوم في أي جريمة وفي أي لحظة تكون أنت قاعد وقاضبها عدل، عرفت؟ وهذا الحل اللي راح ينقذك، ممكن تكون واحد من الضحايا الأربعة يا أخي، ممكن تكون يكون أخوك مثلا، نعم ممكن يكون مرت أخوك، بنت أخوك، يا ممكن تكون أنت. الله يقطع سوالفك، من صدقك انت؟ ها عباش انا بعبرد؟ والله العظيم انا ما عندي كيري ميري، تدرين فيني انا؟ انا بنت خالتك تعرفيني عدل. يعني شلون بالله بتبيعين البيت؟ عيل بخليهم يسكنون وبعدين تمكنون وطردوني انا من البيت؟ لا حبيبتي انا ما اطلع من مولد بلا حمص، انا اموله بنت خالتك تعرفيني عدل، انا قلت يا حبيبتي خلنا نبيع البيت علي وعلى اعدائي يا رب. سلم عمر سكتيات القثيثه هذه، كنا من مورنينج. وانت مثله عيل، وين البريكفاست؟ والله حبيبتي ما شفنا كتب طايحه. لا 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 قصد الفطور. رمضان خلص، اذا تبنا نجيب لك رمضان ثاني بعد ما ندري عنك. قصدي الريوق. الريوق حبيبتي احنا قوانيننا بالبيت ريوقنا من الساعة 6 ل 6 ونص، 6 ونص ودقيقة ينشال الريوق، وإذا أنت ميتة من اليوع روحي هناك بالمطبخ أكو فول وبصل، قوصي فيه وتعالي. عموماً أنا ما أقدر، لأن الحين 6 ونص وخمس، وأنا عندي تمرين، ولا رديت يصير خير. تيرارارارا تيرارا يا بابا تيرارارارارارا تبهلل. شتو؟ يا حبيبتي يا عمري يا حياتي، قولي ليش فيك؟ شل مزعله؟ شل مضايقك؟ شوف انا ما اقدر اعيش هني، سمعت؟ يا ليش عاد ليش؟ يعني شو المشكله؟ بفهم يعني بس على شويه فول، بس فول فول وبصل. شوف انا ما اقدر اعيش هني. يا منير الله يهديك، هذا مو حكي يعني، تبين اطلع من البيت؟ ايش راح يقول عني حمد؟ هذا اخوي العود، ما اقدر ازعله، ما اقدر ازعله يا منيره، ما اقدر. يعني شلون اقعد هنا لما معدتي تتعب؟ لا لا كل شيء ولا عاد منيره حبيبتي تزعل، اقول عاد كل شيء عاد، ولا زعلك ها ولا معدتك بعد، ولا يهمك ولا يهمك، بحاضر اللي تبينه انا ممكن اسويه، اذا كان على الاكل انا مستعد اخذك كل يوم وناكل برا بعيش دبي. بس على الاكل قصيطه كل يوم برا. تعودي
يعني في امريكا وين كنا ناكل مو برا. يلا منيره يلا يبا يلا. اوكي هلا هلا والله يعطيك العافيه شلونكم؟ تمام. ها وين؟ راح نتغدى برا. تغدون برا؟ اي والله قلنا باخذها ونغير جو شوي نتغدى برا. وسارونا متى بتاخذونها؟ ما شفتها برا؟ لابسه كاشخه شوفها لابسه قبعة مش مسويها زينه والله العظيم انت. اي تعلمت على مطاعم برا. اذا من وين تروحون؟ والله بناخذ تاكسي. شنو؟ تاكسي. تاكسي؟ دي يلا عاد يلا يلا عاد يلا انا موجود تروحون تاكسي؟ عادي يبا عادي صدقنا احنا تعودنا على الكاسي. ما يدري تعودنا على الكاسي. والله تعودتوا غير وانا موجود هنا غير. لا يبا انتم على انا اوصلكم يلا. لا 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 ما في داعي جاي تعبان خليك مرتاح احنا بناخذ تاكسي وصلنا المكان اللي احنا نبيه. انا اوصلكم المكان اللي انتم تبونه. لا حبيبي لا 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 انت ارتاح هنا خليك مرتاح. هذا عاد شي فهمه يبا بصدقك. ارتاح يا حبيبي ارتاح. تعال يبا يبا ارتاح اقعد. انت لازم تعال 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 تكفى عشان اخوك يعود اصير كذي عاد الله يدخل الدرجه. حمد ما في داعي صدقني ما في داعي تتعب نفسك. في داعي شلون بعدين ما فيها تعب. انا حاطكم على ظهري انا شايلكم سيارتي يا ابن الحلال ايش فيكم تجانا اوصلكم. خلاص خلاص يا مساعد اخذ سيارتك. لحظه يبا وبعدين عمل تنطرك الله يديك طبخت لك ذيك الطبخه الحلوه السنعه يا ما قاعد تنطرك بتروح ويانا سارونا يا معود خلي على الله. انا والله لو ودودي طشون لابسه والله انا لو ودودي صدق عاد والله الود ودي اني انا اطلع من البيت ما ارد ما حتى ودي اكل سندويش بروحي ولا قاعد على جنب خالف. عاد هذه مرتك واستحملها ومالكم غنات عن بعض. يلا عاد يلا علي بس حاجيك تاخذون سيارتي وتروحون. تعال سيارتي هم ما تسوى بعد فيها مكيف مو شيء يا اخي بيحه صلحها شوف لك صرفه صلح فيها اليوم. تيش صار فيني عند الاشاره اللي شايفني شكلي يخوف والله العظيم yeah. يكون بتفلسف قدام العالم بين السياره فيها مكيف رافع الجامه والعرق يهطل مني. عقب ما مشينا شوي كان انزل جامعه ولا واهي ظهر بحت. عموما تنشر انا عندي فكره خل سيارتي لان المكيف مو شيء انا عشان سارونا ترى ولا شوف اخذ سياره امل وروح فيها. لا يرحم والديك اخذ سيارتك اهون الا سياره امل. ليش؟ لا 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 يرحم والديك. يا ابن الحلال تسمعني شو اسمعك تناوي علينا شناوي انت ليش ما اخذ الامور ببساطه يا اخوي اخذ سياره امل وروح. يا حبيبي الا سياره امل واللي يرحم والديك مشكور ما قصرت روح اخذ تاكسي افضل لي. انت اسمعني انا بطلع العصر براد الجو انا اسوق سيارتي انت حين اخذ سياره امل وروح. اسمع انا مو خايف اسبب لك مشكله. ما لا مشكله ولا شيء عادي. يلا عاد مو لهالدرجه عاد انا يعني لهالدرجه اخاف منها. ما عليك ما عليك روح روح كاي سياره برا كاي روح. تعرف حق المكيف ولا ما تعرف يا علمي؟ الله يهديك ايش تراني عنك بعد؟ الله اوكي مع السلامة. جيتا جيتا نعم ماما نعم. يا الله تحركي تعال بسرعة. حكيت إذا قاعد بابا قولي له ماما راحت بيت ماما أم ثامر زين مو تنسين؟ زين يلا ديري بالك على البيت. سيارتي مباقت. حمد يا حمد يا حمد 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 حمد. يبا انجليزي واي هذه ملسونة ناقصة عقل. هذه مينونة قولوا فعل زين والله لا راويكم شلون الشغل. امل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش عن الكلك هذا الحكي عندي ما يمشيش. امل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش عن الكلك هذا الحكي عندي ما يمشيش. هو قاعد اكلك عليك على مصجي اسم الله خرعتني. امل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش عن الكلك هذا الحكي عندي ما يمشيش. امتى عاد امتى بتحترمني امتى انا رايلج ترى دوختنا. امل حياتي
حياتي يا حب غالي ما ينتهيش عن الكلب هذا الحكي عندي ما يمشيش عادي انت ترى ذبحتيني وانت بتحترميني قاعد اقول لك انا رايلك يلا شاهدين شاهدين هذه حاله بالله كذي كذي احترمون كذي